في المرج لو سألت حد في الشارع انت اصلا منين، هتكتشف ان الغالبية العظمى صعايدة سابوا محافظاتهم وقراهم في رحلة البحث عن لقمة العيش. اسمك ايه بقى؟ احمد. منين اصلا يا احمد؟ اسيوط. اسيوط احسن ناس. انت الاحسن. والصعايدة لما جم ما جوش وحدهم، جم شايلين معاهم ثقافتهم وجزء كبير من عاداتهم وتقاليدهم وغناهم. ايوه ابو عبد الهادي، صلاه النظر يا اسعلم. حلو ابو عبد الهادي، حلو يا اس محمود، حلو. ارضك صمو حواليك لمنا من الازهار، عايش دولك ويغنوا لك على المزمار. يا ابو ريحه حلوه ترد الروح، يا طب للقلب المجروح، تصعب عليا لما تتباع، يا نعناع يا نعناع غالي يا نعناع. محمود من ولاد عبد الهادي، اكبر عيله مشهوره بالمزمار والطبل البلدي في مصر. هاجر جدهم الأكبر من قمة في سوهاج واستقر في القاهرة، وورث معظم الأولاد والأحفاد المهنة. أنا متعلم في المزمار سنة 99. وأساساً أنتوا موجودين هنا في المرج من زمان؟ أنا عايش هنا في المرج بقالي بتاع 17 سنة. وأساساً والدك كان عازف برضو؟ خدت المهنة دي من أبويا، ما هي المهنة دي وراثة أباً عن جداً. العيلة كلها؟ العيلة كلها فنية. وقول لي بقى، أول واحد بدأ في الشغلانة دي في العيلة كان مين بقى؟ والله أول واحد بدأ في الشغلانة دي في العيلة يقول لك عمي على عبد الهادي الكبير.